وتفيد بيه. ليك ما لطاس، يا ريت ما وديت سيارتي على المحطة. شو أخذتها غسيل؟ لا كوي. صابك مثل ما صابني. مين بديعة؟ لا شو صار؟ اشتريت عوينات للشمس؟ لا لإلي. مين كلام اللي هذا؟ بتذكرني بهذه خبرية التران؟ هي تران؟ مرة واحد قاعد بالتران هيك والتران ماشي بسرعة بسرعة، هو عم يطلع هيك لبرا بيقول أرقام، قاعد هيك 780 1120 2500. هلا في واحد قاعد حده شايفه عم يطلع وعم يقول أرقام، قال له يا خيي شو انت عم تطلع لبرا وبتقول أرقام وبتقول أرقام وبتقول أرقام؟ قال له أنا بمرق هو مارق التران، بعرف لك إذا في قطيع غنم برا، بعرف لك قديه عدد القطيع على المزبوط. والله؟ ايه. قال له شو عم تحكي؟ قال له مثل ما عم بقول لك. ثقبت ومرق وفي قطيع، قال له هيدا شو؟ قال له هيدا 1180. وقف التران يا معلم. قال له طيب انا نزل اسال الراعي. نزل سال الراعي قال له يا معلم كم راس غنم عندك كم هذا؟ قال له هذا 1180. العمى جن رجع لعند صاحبه قال له العمى مزبوط 1180. بس دخيل اجرك فهمني انت كيف بهاللحظه ها تعرف العدد؟ قال له ما بدي شيء، تجمع لهم ايديهم واجريهم وبتقصب على أربعة. بهاللحظة بهاللحظة شو معك ولا؟ لا ولا شو انت كمان؟ بدنا نولع النصيعة اللي فينا بشو كيف؟ هات لنشوف إذا في حدا ما معنا، هات لنشوف هذا. جاي فرانكي جاي. مرحبا. اهلا. معك ولعه لو سمحت. انطور دقيقة، في شاب صاحبي ظاهر هلا بده يجيب ولعه وجاي، خليك هلا بيجي. وقته بيطول. فيه؟ ملينا معلم، بدو ينطرنا هذا لحتى لي صاحبه يجيب ولعة. تفيد بيه. ايه جنودن